مرحبا، أنا خالد الأحمد، واليوم نحكي عن استراتيجية الإعلام الاجتماعي. أهم شيء يكون عندنا الهدف واضح جدا. فمثلاً إذا كنت موظف لازم يكون عندي هدف واضح، فلازم يكون عندي بدي ترقية جديدة أو عمل جديد. إذا كنت ريادي لازم يكون الهدف إني مثلاً عم بدور على دعم للفكرة أو المشروع تبعي. إذا كنت شركة تجارية أو لا ربحية أو حكومية لازم يكون عندي هدف مثلاً إني أحسن سمعة الشركة أو أزيد دخل الشركة. بعدين لازم نربط مؤشرات النجاح بالأهداف. فإذا كان الهدف تحسين سمعة الشركة بنقيس التفاعل، وإذا كان تفاعل إيجابي في تقدم ممتاز، وإذا كان التفاعل سلبي أو نقصان في الإيجابية فمنوقف وبنقيس مرة ثانية. وهلأ بدنا نحكي عن أدوات الرصد، وهم ثلاث أنواع كلمات. أول نوع كلمات إلى دخل باسم الشركة عشان نعرف مين عم بيدور علينا أو مين عنده مشكلة معنا. ثاني نوع كلمات إلى دخل بمنافسينا عشان نعرف إيش في قصص نجاح ممكن نتبعها أو قصص فشل ممكن نتجنبها. وآخر شيء كلمات إلى دخل في مجال العمل على أساس نبقى على كل ما هو جديد في نطاق عملنا. وإيش هم أدوات الرصد؟ في أدوات كتيرة، في ثلاثة مجانية. أول نوع google.com/alerts، ثاني نوع socialmention.com، وآخر واحدة topsy.com، وهدول بيعطونا رصد مجاني. وبالنسبة لخطة نشر المحتوى لازم نعرف إيش هي أوقات الذروة، وهي أوقات اللي بنشط فيها التفاعل على منصات الإعلام الاجتماعي. وبعدين لازم نحدد عدد النشر اليومي، فمثلاً الفيسبوك من بوست إلى بوستين، وبتويتر على الأقل 5 تغريدات يومياً. وكمان لازم نحضر رزنامة المحتوى، فلازم نحط فيها المواد اللي لازم ننشرها من هون لأسبوع، ونحدد أي وقت لازم تنزل. ممكن نبدأ بعروض وخدمات الشركة أو أسئلة أو إملأ الفراغ أو اختر الإجابة الصحيحة، ممكن يكون إنفوغرافيكس، وبالآخر ممكن يكون مسابقات. واليوم نحكي على توعية الأبناء على سلوكيات التواصل على منصات الإعلام الاجتماعي، فهي مثل تعليمهم السباحة، ففيها نفس الخطورة. فلما تعلم ابنك على السباحة لازم تكون متواجد معه. نفس الشيء بالنسبة للإعلام الاجتماعي، لازم بالأول تكون متواجد مع أبنائك من خلال تواصلهم على الإعلام الاجتماعي. ومن أكبر المخاطر إنه الأولاد يسبحوا في المناطق العميقة. نفس الشيء في مواقع مش مخصصة لعمرهم، فلازم تحكي لهم إنه مش لازم يدخلوا عليها.